طيب، يمكن الوقت الحالي بيشهد حالة من ارتفاع الأسعار وتحركها، مش بس في مصر، لا ده في العالم كله، في المواد الغذائية تحديدا. لكن على الصعيد الآخر أو على اتجاه موازي، الحكومة بتعمل على توازن واستقرار هذه الأسعار، وده من خلال المجمعات الاستهلاكية اللي متوفرة في يعني كل محافظات مصر، وفيها كمان السلع الغذائية بكميات كبيرة، وفي نفس الوقت فيها كمان تخفيضات بتصل ل 20%. تحرص الحكومة على توفير كافة منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 15% إلى 20%، مع ضخ كميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين طوال الوقت في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر. ونجحت وزارة التموين في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تأمين وجود مخزون من كافة السلع الأساسية، حيث إن المجمعات الاستهلاكية توجد بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى. ويعمل جهاز حماية المستهلك على تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة ومتابعة تداول وضخ السلع بكميات مناسبة في السلاسل التجارية والأسواق المختلفة.